قصة الصخرة التي تسببت في تأخر فريق الإنقاذ ووفاة الطفل ريان. شاهد لقطات جديدة للحظة خروج جثمان الطفل المغربي ريان. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب ريان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ريان. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. قصة الصخرة التي تسببت في تأخر فريق الإنقاذ ووفاة الطفل ريان. كشف مصدر مغربي مسؤول السبب وراء تأخر عملية الوصول إلى طفل ريان القابع في قعر بئر، وأوضح المصدر المسؤول لصحيفة هيسوريس المغربية أن صخرة صغيرة عطلت عملية الإنقاذ لمدة طويلة، خاصة أن عملية الحفر وتكسيرها تتطلب صبرا ودقة حتى لا تتسبب عملية الإنقاذ في كارثة قد تطال الفريق الفني الذي يعمل في ظل تربة هشة. وقال إن الصخرة التي كانت توجد في عمق النفق الذي تم حفره للوصول إلى طفل ريان تتطلب تكسيرها أكثر من 3 ساعات متواصلة للوصول إلى الطفل. وفي وقت سابق أعلن رجال الإنقاذ أنهم تمكنوا من الوصول إلى مكان موضع الطفل ريان في البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي، ثم تأخرت عملية انتشاله بسبب الصعوبات التي واجهتهما. شاهد لقطات جديدة للحظة خروج جثمان الطفل المغربي ريان. حالة من الحزن اجتاحت ملايين البشر حول العالم إثر وفاة الطفل المغربي ريان، بعدما تعلقت قلوبهم بالسماء للدعاء له بالخروج سالما من ظلام البئر إلى نور الحياة مجددا. وعلى الرغم من وفاة ريان تبقى حالة التعاطف قائمة، حيث ظهرت فيديوهات جديدة للحظة انتشاله من البئر. وكان قد أعلن التلفزيون المغربي وفاة الطفل ريان الذي سقط في بئر بطول 32 مترا بعد أن أمضى 5 أيام عالقا. وعلى إثر الحادث المفجع الذي أودي بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع والده ووالدته الذي وافته المنية بعد سقوطه في البئر. مباشر من المغرب فرق الإنقاذ تصل إلى مكان الطفل ريان في البئر ولحظات قبيل انتشاله. تمكن رجال الإنقاذ المغربيون اليوم السبت من الوصول إلى مكان موضع الطفل المغربي ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي، وشغلت عملية إنقاذ ريان البالغ من العمر 5 سنوات والعالق في منتصفها في بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سنتيمتر في ضواحي مدينة شفشاون بشمال المغرب. وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للطفل وأرفقوها بتدونات باللغات المختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاجات، وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصة تعاطفا دوليا واسعا. وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المغربية عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ الطفل. السيناريو الأول يتمثل في توسيع البئر مع الأخذ في الاعتبار لاحتمال سقوط الأحجار والأتربة، والثاني ينزل رجال الإنقاذ والذي جرى بالفعل ولكن دون جدوى بسبب اصطدامهم بعوائق. أما السيناريو الثالث فيتمثل في الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ، وبتزاوج مع عمليات الحفرة وضعت السلطات طاقما طبيا على هبة الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية بمجرد انتشال الطفل، كما تم توفير مروحية إسعاف تابعة للدرك الملكي مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف لنقله عند الضرورة إلى المستشفى المتخصص، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير قادمين من المستشفى الإقليمي، و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة. يذكر أن الطفل المغربي دخل يومه الخامس دون طعام أو حتى شراب باستثناء الأيام الأولى، حيث أفاد والده بأنه شرب قليلا في ظلمات البئر السحيقة. وكان ابن 5 سنوات قد سقط بشكل عرضي ليلة الثلاثاء في هذا البئر الضيق والذي يصعب النزول فيه. مشهد حزين شهد أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته. ظهرت أسرة الطفل المغربي ريان في مشهد مؤثر عقب تلقيها خبر وفاة ابنها ريان بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض. وأجرت قناة الغد لقاء مع أسرة الطفل الراحل ريان عقب وفاته، وأعلن الديوان الملكي في المغرب السبت وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر.
وأفاد ببيان للديوان الملكي في المغرب أنه على أثر الحدث المفجع الذي أودي بحيث طفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد أورام ووسيم خرشيش والدي الفقيد الذي وفاته المالية بعد سقوطه في بئر. يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة طفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق. التلفزيون المغربي يعلن وفاة الطفل ريان. أعلن التلفزيون المغربي الرسمي وفاة الطفل ريان بعد جهود حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه من البئر الذي مكث فيه لمدة 5 أيام. وقبل انتشار جثة الطفل ريان، قال عبد الهادي التمراني رئيس فريق الإنقاذ للصحفيين في الموقع إن من الصعب تحديد حالة الطفل الصحية، لأن الكاميرا التي تم إسقاطها في البئر تظهر مستلقيا على جانبه، لكنه قال أنه يأمل في أن يتم إنقاذه حيا. وقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس العزاء بوفاة الطفل. وبهذه المناسبة المحزنة أعرب الملك محمد السادس في بيان عن حر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه، داعين الله تعالى أن يتغمد بواسع رحمته ويسكنوا فسيح جناته. وأفاد البيان أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودي بحياة طفل ريان، أجرى الملك محمد السادس حفظه الله اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام والسيدة والدة ريان والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر. وقال البيان أن الملك تابع عن كثب تطورات هذا الحدث المأساوي وأصدر تعليماته لكل السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا. كما عبر العاهل المغربي عن تقديره الجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوى العمومية والفعاليات الجمعية وللتضامن القوي والتعاطف الواسع الذي حظيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية في هذا الظرف الأليم. من جانبه قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخناش في تدوينة على فيسبوك: والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب وفاة ريان؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.